أبو العتاهية. شاعر عباسي مكثر سريع الخاطر، في شعره إبداع وحكمة وعظة، اشتهر بزهدياته ومنها ما قال: لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع، ألم تر أن الموت ما ليس يدفع؟ ألم تر أن الناس في غفلاتهم، وأن المنايا بينهم تتقعقع؟ ألم تر أن الفقر يعقبه الغنى؟ ألم تر أن الضيق قد يتوسع؟ ألم تر أن الموت يهتز سيفه، وأن رماح الموت نحوك تشرع؟ ألم تر أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع؟ أيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع. ألم تر أن المرء يحبس ماله، وورثه فيه غدا يتمتع؟ وصفت التقى وصفا كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره، فإن حقيرا قد يضر وينفع. تقلبت في الدنيا تقلب أهلها، وذو المال فيها حيثما مال يتبع. فما بال عيني لا تجود بمائها، وما بال قلبي لا يرق ويخشع؟ تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجات من ليس يقنع؟ وذو الفضل لا يهتز إن هزه الغنى لفخر، ولا إن عضه الدهر يضرع.